بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بيوت رمضانية، وباسمكم يسرني أن أرحب بضيفين الدائمين في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ ناصر العصفور عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ زياد السعدون الواعظ بإدارة الشؤون الدينية. حياكم الله المشايخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. نحييكم. الشيخ زياد، ونحن في هذه الحلقة ودنا نتكلم عن خلق عظيم وهو الاعتذار. يعني كلنا نخطئ وكلنا تواجهنا يعني الأخطاء بيننا وبين زملائنا، بيننا وبين أحبابنا، ولكن الاعتذار يعني لا شك أنه من شيم النبلاء. هل لهذه الخصلة أصل في شريعتنا الإسلامية؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاعتذار ورد عن موسى عليه السلام كما في قصته مع الخضر، حين اعتذر له عن الأمور التي جرت من قتل الغلام وخرق السفينة وقتل الغلام و بناء الجدار، فلم يستنكف موسى عليه السلام من الاعتذار. كذلك عندنا سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الإمام محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين بحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر كان بيده عرجون وكان يسوي صفوف المجاهدين، فأحد الصحابة من الأنصار اسمه سواد بن غزية، النبي عليه الصلاة والسلام وضع العرجون على بطنه، فلما مر النبي قال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقتص مني، اقتد مني الآن. فأعطاه العرجون، قال: يا رسول الله، أنك يعني أنت، أنا أوجعتني وأنا على بطني، حاسر البطن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبة وقال: اقتد. فقام فاحتضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قد ترى ما ترى، يعني الغزوة غزوة بدر الآن على الأبواب، ترى ما ترى، وأريد أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك، صلوات ربي وسلامه عليه. فصاحب الشخصية القوية هو الذي يعتذر. ولذلك تشوف الإنسان العنيد، الإنسان الذي لا يقبل اعتذار، هذا شخصيته ضعيفة جدا، لأنه يرى أنه ضعيف من دون هذا العناد، فإذا عاند خلص. ولذلك إحنا يعني حتى في مجتمعاتنا نقول: والله فلان يعني شخصيته قوية. لا يا أخي، الصوت العالي مو معناه شخصية قوية، ولا عدم الاعتذار شخصية قوية، بل الذي يعني إن أخطأ اعتذر فهذا دلالة على أنه هو يتحكم بنفسه. صح. وليس نفسه تتحكم به. فصاحب الشخصية القوية الذي يعتذر، وأسوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث رواه الحاكم في المستدرك أنه لم يخطئ مع صفية رضي الله عنها، هي تروي ذلك بنفسها، تقول: ما زال رسول الله يعتذر إلي. ما سوى شيء هو يعني حتى يعتذر، تقول: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر إلي ويقول: يا صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، يا صفية، إن أباك قد ألب علي العرب وفعل وفعل. فتقول: ما زال يعتذر حتى ذهب الذي في نفسي. هذا ليس اعتذار، وإنما تطيب خاطر، تطيب خواطر. هو لم يخطئ عليه الصلاة والسلام، لكن هي فهمته إيش؟ كأنه يعتذر لها.
صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا الاعتذار هي فعلا لغة الأنقياء والأتقياء والأقوياء. الله يجزاك خير شيخ. شيخ ناصر، كيف يعالج يعني الشخص نفسه في حال الاعتذار وأيضا قبول الاعتذار؟ الواحد يعني يحس بثقل في نفسه إذا بيعتذر، لا والله ما ودي اعتذر أو شيء كذي، يحس بثقل في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. هناك حديث يقول المؤمن لا يسيء ولا يعتذر. المعنى أنه لا يعتذر مو أنه إنسان يعني لا يبادر إلى الاعتذار، وإنما الرواية يعني القصد منها أن الإنسان المؤمن حذر كيس فطن، يلتفت جدا ولا يقع في الأخطاء التي يحتاج بعد ذلك إلى شنو؟ إلى الاعتذار، لأنه مو من شيمة الإنسان المؤمن أن يعتذر كثيرا من الناس، بمعنى أنه يقع في الأخطاء الكثيرة، يعني يمشي ويخطئ ويروح المكان يخطئ ويا ذاك ويعتذر، يعني شغلة الاعتذار لا. الإنسان بعض الأحيان يقع تقع منه الهفوة والزلة والخطأ ومن غير قصد مثلا، هذا يحتاج إلى الاعتذار. لكن المهم هو أن نربي عندنا ثقافة الاعتذار وأيضا قبول الاعتذار من المعتذر. مشكلة أن البعض يعني لا يعتذر، والبعض لا يقبل اعتذار المعتذر، حتى لو جاءه الآخر معتذرا لا يقبل منه، يعني كأنما هي فرصة عنده يريد ينتقم منه. صحيح. مثلا مثل ما تقول حصل عليه شيء، يعني بحيث أنه يكافئه، يعني ينتقم منه بحيث لا يقبل اعتذاره. حتى أن في أحد الأفراد يقول أنا دخلت في مكان وجاء شخص سلم علي وأنا ما كنت ملتفت، أشوف الشخص قاعد يتكلم ورفع الصوت، شنو؟ سألت ما الموضوع؟ قالوا إن أنت ما رديت عليه السلام. يقول أنا جيت وكلمته قلت له اعتذرت منه، أنا لم أسمع ربما لم أسمع وأنا أعتذر منك، وهو ما جاي يقبل، مصر على تضخيم الأمر. صح. مسألة عادية. فإذا قبول الاعتذار يحتاج إلى نفس قوية، يعني النفس الكبيرة، النفوس العالية، القلوب الكبيرة هي التي تعتذر وتتقبل وتقبل الاعتذار من الآخرين، بل أنها تسامح حتى لو لم يعتذر. الإنسان المؤمن يسامح أخاه حتى لو لم يأته ولم يعتذر منه، هو يبرئ ذمته. صحيح. ويحمله على محامل الخير ومحامل جيدة. نعم. الله يجزاك خير شيخ زياد. من الأفضل، المعتذر أو الذي يقبل العذر؟ وربما بعد أيضا الواحد يعني يعتذر ولكن نفس ما قال الشيخ يقابل بالرفض، ما هو علاج هذا الأمر؟ هذه بعض يعني العلماء تكلموا فيها كابن القيم وغيره، أيهما أفضل، من يعتذر أم من يقبل الاعتذار؟ بعض العلماء يذهب إلى أن المعتذر هو الأفضل، ويستأنسون بحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فقالوا إن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الخيرية لمن بدأ، وهم اثنين مختلفين الآن زعلانين. صح. الخيرية اللي بدأ. الطائفة من أهل العلم قالوا لا، هذه لا ينطبق عليها هذا الحديث، لأن هو أقر بخطأ، إذن المعتدى عليه والمخطأ عليه من؟ هذا الذي يقبل الثاني. فهنا يكون أفضل حين الآن هو المخطأ عليه وهو يقبل الاعتذار. فإذا المسألة تكون بهذه الصورة. لكن حقيقة يعني هي خاصة يعني الخلافات درجات، ومن أعلاها أن الإنسان لما يعفو عن قاتل دم له
وكثيرا ما رأينا يعني في ساحة القصاص يأتي رجل ويقول لا أنا سامحت هذا أعتقت رقبته لله عز وجل. هنا في هذه الدرجة هذه درجة عظيمة جدا، لأن يعني هذا قاتل ابنه مثلا ويعلم أن القتل الابن هذا بالنسبة له جرح عميق لن يندمل، ومع ذلك يطلقه لوجه الله عز وجل. إذن هذا في قمة قبوله لاعتذار القاتل. وكذا كذلك الحياة لما تكون بين امرأة ورجل، أنت تستغرب أحيانا بعض الرجال والنساء يدققون في الأخطاء، بل عندهم أرشيف قبل 20 سنة فعلت كذا، قبل 30 سنة فعلت كذا. أين التسامح؟ أين الاعتذارات؟ ولذلك نقول فعلا الاعتذار سواء المعتذر أو المعتذر منه ويقبل الاعتذار كلاهما على خير عظيم. لكن ممكن نشير إشارة، بعض الناس من كثرة اعتذاراته أخذ الناس لا يقبلون عذره، لأنه يكرر نفس الخطأ. صح، نفس ما قال الشيخ، كل نعم يكرر نفس الخطأ، فهذا أصبح اعتذاره لا معنى له. لكن لما يعني مثلا الخطأ حصل مرة أو مرتين واعتذر وكذا، لا هذا يقبل اعتذاره، وهذا على خير وهذا على خير. الله يجزاك خير الشيخ. الشيخ ناصر، ما هي التطبيقات الأسرية اللي ممكن الواحد يفعلها في تنمية هذا الخلق في الجو العام في الأسرة؟ تفعيل ذلك يعني من خلال الاقتداء، يعني الأب مثلا حينما يمارس هذا العمل بحيث أنه يقبل عذر من جاء يعتذر ويراه الأبناء. وهناك بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله تأمر بقبول العذر ولو كان كاذبا، حتى لو كان المتنصل أو المعتذر كاذبا، من جاءك في أذنك اليمنى وسبك كذا وجاء إليك في أذنك اليسرى معتذرا فاقبل منه. يعني إلى هذه الدرجة. حينما الآباء مثلا يمارسون ذلك عمليا ويرى الأبناء والناشئة آبائهم يمارسون هذا الخلق الكريم، بالتالي يعني حتى الآباء مثلا الزوج والزوجة في البيت، يحصل عادة بين الزوج والزوجة مثل هذه الأمور، حينما يرون الأب مثلا يعتذر للأم أو الزوجة مثلا الأم تعتذر للأب، وبالعكس أيضا الأولاد حينما يرون أباهم يعتذر إليهم حتى في أمور بسيطة. هناك كلام موجود وهو أنه هل يمكن للأب أن يعتذر من أبنائه؟ هي مسألة تطرح للنقاش الكثير، وخصوصا في بعض المجتمعات، وربما مجتمعاتنا أنه لا يتقبل أن يكون الأب في شخصيته وفي مكانته، وربما أن ينزل إلى مستوى أن يعتذر من ابنه. لا، ما المانع؟ يعني هو يعني مثلا أن بعض الآباء قد يقسو على الابن ويتجاوز الحد، مثلا هو يريد يصلح ابنه ويريد ينبه على أمور وأخطاء، لكن قد يعاقب الابن بعقاب زائد أو بجرعة زائدة يعني من التأديب. فهذا مثل في حادثة من الحوادث، أنه لما قسى أحد الآباء على ابنه وبعد ذلك تنبه وأخبره البعض، قال له في جلسة كانوا، ليش ما تروح إلى ابنك تعتذر منه؟ قال أنا أروح أعتذر من ابني. قال ما المانع، روح أنت جرب. يقول راح إليه واعتذر منه، وإذا بهذا الابن يقوم ويحتضن أباه ويبكي بكاء شديدا، وشاف ردة فعل الابن لما شاف أبوه جاي يعتذر منه، وانصلح حال الولد. يعني هو ربما نقول على أنه لو قعد ويا ابنه محاضرات ونصايح ما راح يأثر هذا التأثير في ابنه. فإذا المرونة، وحينما يجد هذا الخلق الأبناء هذا الخلق يسود في البيت وفي العائلة ومع الأصحاب ومع هذا، يترك الأثر في نفوس الأبناء بلا شك. جزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج بيوت رمضانية. إلى اللقاء.